مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام اينما كنتم، واهلا بكم معنا في نشرة الثامنة من الموريتانية. نبداها بالعناوين. بلادنا تخلد اليوم الفاتحة من مايو والعيد الدولي للشغل بمسيرات عمالية، والنقابات تسلم عرائضها المطلبية لقطاع الوظيفة العمومية. وزيرة الزراعة والبيطرة تشرفان بولاية الحوض الشرقي على انطلاق أنشطة ذات صلة بقطاعيهما. تواصل القصف على مدينة حلب لليوم العاشر على التوالي، وعدد القتلى والجرحى يتجاوز 250. مرحبا بكم، نبدأ نشرتنا هذه من مدينة النعمة، وذلك في إطار نافذتنا اليومية المخصصة لمتابعة الأجواء العامة التي تسود المدينة والولاية بشكل عام في إطار التحذيرات لزيارة رئيس الجمهورية للمدينة. مرحبا بكم من جديد. أعطت وزيرة الزراعة أمس من بلدية إقليقة البية في مقاطعة ديقن بولاية الحوض الشرقي إشارة انطلاق الأشغال الفعلية لبرنامج ترميم وإعادة تأهيل 11 سدا كبيرا في الولايات المطرية، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من طرف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال. يعد سد البية بمقاطعة ديقن من بين السدود التي يرجع تاريخ إنشائها إلى مطلع القرن التاسع عشر. هنا في هذه المنطقة يعتمد السكان بالأساس على التنمية الحيوانية وزراعة المطرية خلف السدود، وقد حظي هذا السد بتدخل ترميم وتأهيل حتى يستعيد نشاطه في توفير ملاذ آمن لممارسة الأنشطة الزراعية التقليدية. تدخل بدأ تنفيذه في إطار برنامج ترميم السدود وتدعيم الحواجز وبناء مصبات مياه في المناطق المطرية الذي أعطت انطلاقته وزيرة الزراعة السيدة لمينة متل قطب المما من بلدية البية. وسيمكن هذا البرنامج الذي أسند قطاع الزراعة تنفيذه إلى الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي والأشغال العامة من إعادة تأهيل 11 سدا كبيرا في ولايات الحوضين العصابة كانت تير الزمور أدرار والبراكنة، بالإضافة إلى إنشاء ما يربو على 240 حاجزا رمليا في هذه المناطق والتي من بينها ولاية قيديماغا، وإنشاء مصارف للمياه في السدود الكبيرة في الولايات المستفيدة. وزيرة الزراعة اطلعت على مختلف مكونات أشغال تأهيل سد البية التي تدخل ضمن برنامج قطاع الزراعة لسنة 2016 الممول من قبل الدولة بغلاف مالي يزيد على 1.5 مليار، والخاص بترميم السدود وبناء الحواجز الرملية ومصارف المياه. أولا نختار نشكر الحضور على هذا الحضور اللي متميز واللي برهن عن تعلقكم بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وعلى عرفانكم بالجميل له، على سهر، على توفير الظروف الجيدة لجميع مواطنين البلد، وهذا يظهر من تواجدكم هون اليوم، واللي احنا هون اليوم جايين لإعطاء انطلاقة أشغال إصلاح وترميم السدود على مستوى البلد، واخترنا أن يعود الانطلاق على يعود من هذا القلق اليوم، ودلالته على دلالة اقتصادية واجتماعية. إذا عن هذا هو الوسانة نطلق من هون، والهدف عندنا عنا نوقفه نعرفه كان ذي الأشغال إياك تعود معدلة حسب النظم والمعايير اللي يا الله توفر لهذا القلق الاستمرارية وعنه يؤدي النتيجة اللي مرجوة منه. سكان سدود البية والأكلال وبوق المستفيدة من برنامج إعادة ترميم السدود ثمنوا هذه اللفتة الكريمة في دعم أنشطتهم الزراعية من خلال التحكم في مياه الأمطار. اليوم شفنا حالة تعدال، وحامدين هالمولانا جزا الله هذه الدولة بالأحسان، وهذا الراجل بالأحسان محمد عبد العزيز اللي شفنا هذا اللي كنا كل حد يقول له نعدلوه ولا هي خارقة، نجانا هو جازيه بالأحسان، واليوم مفتخرين وفريحين. هذا السد كان شريان حياتنا، عايش معدل من 66 ولذلك 13 سنه نسقوا من 15 كيل، ساكنتنا تسقي من 15 كيل، وشتتنا لين جانا رئيس الجمهوريه وشافوا بعين، شاف الحيوانات وشاف الناس، اعطى اوامر وتعليمات في ذاك الوقت، وقطع ذيك التعليمات جاتنا في نفس الوقت، وهي الان تتحقق حلم كان يراودنا لمده 13 سنه.
وزيرة الزراعة اطلعت كذلك بهذه المنطقة على المساحة الزراعية بموقع توف، حيث استمعت إلى آراء المزارعين ومطالبهم بخصوص تأهيل هذه المنطقة حتى تستعيد نشاطها الزراعي. انطلقت في مدينة النعمة إشغال ورشة تحسيسية للمنامين حول أهمية مصنع الألبان في المدينة وإسهاماته المستقبلية في تثمين المنتوج الوطني من الألبان ومشتقاتها. وتضمن هذا اليوم التحسيسي التأكيد للمنامين على ضرورة تجاوبهم مع أهداف هذا المصنع الذي استثمرت فيه الدولة أموالا طائلة وضمان تموينه المتواصل بالألبان المنتجة في المنطقة. يميز اليوم الأول من زيارة وزيرة البيطرة السيدة فاطمة فار من تصوينع لولاية الحوض الشرقي بعقد اجتماع مع المنمين وتنظيمات المجتمع المدني خصص لتعبئة هؤلاء حول أهمية تطوير أساليب إنتاج الألبان، وهو أمر يتطلب وعي السكان بأهمية هذه الثروة الحيوانية. حسينا من بدايات لقاءاتنا على عن فهم اهتمام كبير وفهم للمسار المتجه الحكومة بإطار تنمية الحوض الشرقي. الحوض الشرقي في مكونة كبيرة من حيوانات موريتانيا، وهي ما اللي تشكل الوزن الديموغرافي التعداد السكاني على مستوى موريتانيا كاملة. معنا عن أي حكومة أي نظام أي توجه توجه شور مراكز التنمية الحقيقية والكثافة السكانية البشرية، معنا عن واعي جدا الرؤية المستقبلية لتنمية البلد بصفة عامة. لين تتطور ولاية الحوض الشرقي بمقاطعاتها الستة وبلدية السبعة وبلدياتها، معنى عنا فهم انعكاس إيجابي على مستوى موريتاني كامل. الثروة الحيوانية هون، منتجات الألبان هون، منتجات اللحوم هون، منتجات الأخرى هون. هون نختار نطمنهم على عن سياسة الحكومة ما هي متوقفة لا على مصنع للألبان، وإنما فهم مكونات راجل إن شاء الله أنه في القريب العاجل تظهر آفاقها وتعود عائداتها لتظهر على سكان الولاية. فهم مسألة أخرى على عن ذي قلتها مرات ونختار نتمل لا نعلها على أن هذه ما هي مسألة أن الرقاج يبيع لي ثلاث نهار اثنين ويوفد، وكانت الناس التحدي تقول على عن اللبن ما هو لي رقاع نهار الأول اللبن، وجبر ذاك اللي طلبوا الفنيين الحاليين اللي شغلوا المصنع المرحلة التجريبية من اللبن توفر لهم فترة الشدة وفترة الصيف اللي الحيوان ما هو مولد اللبن ما هو خالق. معنى عن هذا يبين عن فهم المنمين واستعدادهم للمشاركة في انطلاق هذا المصنع اللي تعود آثاره الإيجابية كبيرة. المتدخلون في الاجتماع ذمنوا إقامة مصنع جديد لمعالجة الألبان كخطوة أولى نحو تطوير مشتقات الثروة الحيوانية الهائلة التي تسخر بها البلاد. ودائما في مدينة النعمة تجري هذه الأيام على قدم وساق الأشغال بشكل حثيث في محطات مشروع الظهر الكبير الذي ينتظر أن يؤمن الماء الشرب لأكثر من 170 ألف نسمة في المدن والقرى الشرقية من البلد. وقد قطعت أشغال توزيع الأنابيب وعمليات الحظر لمد الشبكة المائية في هذا المشروع الضخم قطعت مراحل متقدمة. هذا خزان مائي عملاق وصلت الأشغال فيه مرحلة ما قبل النهاية. تم اختيار موقعه على مرتفع يبعد حوالي 8 كيلومترات شرقي النعمة، ومنه تتواصل على جميع الاتجاهات عمليات الحفر والردم لربط المحور الشمالي من مشروع الظهر ببعضه البعض بشبكة أنابيب تختلف مقاساتها من حيز لآخر. يشمل هذا المحور حفر 16 بئرا ارتوازيا في حقل درويش مع بناء محطات ضخ إضافية تضمن بعد انطلاقة المشروع الوشيكة تخزين احتياطي من الماء الصالح للشرب يكفي لسقاية حوالي 170 ألف نسمة، هو تقديرا عدد سكان هذه المنطقة الذين عانوا طويلا من ندرة المياه. هذا المشروع يهدف إلى تزويد المدن والقرى الشرقية من البلاد بالمياه الصالحة للشرب، وأخص بذكر مدن شميم، النعمة، تنبتغاء، عد البقرو، أمرش، حاسية تيلة، وبنغو والقرى المحاذية، ولاحقا مدينة جيجني والعيون. فيما يخص المحور الشمالي، القسط المتعلق بأنبوب الناقل الماشي من الدوشي لبكا كاترفنسيس، هذا تم إنجازه باقي منه حوالي 8 كيلومتر، وهو عبارة عن قطر من الحديد المطاوع قطره 500 ملم. والجزء الثاني في المحور الشمالي اللي يتعلق بشبكات النقل هو يمشي من البيكا كاترفنسيس الى تنبتغاء، وفيه مقطع يربط النعمة بالخزان الرئيسي. هذا مولي في مراحل متقدمة، باقي منه حوالي اجماليا 5 كيلومترات.
بالنسبة للخط الماشي من تنبطغة إلى بيكا 46 هذا باقي منه أقل من كيلو. بالنسبة للمحور الجنوبي خط الأنبوب اللي بين بقلة وعد البقرو تم وضعه نهائيا، الأنابيب وضعها انتهى، احنا الآن في مرحلة تجربة. الخط الماشي بين باشي بين عد البقرو إلى بوين زد حوالي طوله الإجمالي حوالي 146 كيلومتر، هذا باقي منه شطر حوالي ما يزيد على 20 كيلومتر، والآن موجه له جميع الورشات اللي كانت تشتغل في المقطع اللي ما بين عد البقرو، دونك تم إرسالها إلى المقطع. إطلالة مشروع ظهر على مشارف النعمة وتقاطع شبكة توزيعه بين الأحياء والمنازل مع الشبكات الطرقية والكهربائية إنجازات ملموسة تنضاف إلى أخرى كانت كلها محل إشادة والتنويه من لدن الساكنة. مشروع الماء مثل ما هو خالي به اللي مشروع قالوا لا يعدل على مراحل ومراحله كاملة وفات مزال الشهر والله الشهرين هذا احنا نحتسبه هارف انه عاد خالق باللي احنا قاعد معك طامعين به. ولايه حوض الشرقي كانت عاطشه 100%، ولكن انقبضت الى اجراءات واستراتيجيه اللي انقلبوا حياه الظهر. الى حد الان ما فتنا توصلنا لنتائج ايجابيه 100%، ولكن بادئين قيد التنفيذ. من فكرة استخراج المياه العذبة من بحيرة ظهر ولد التحدي، ولمواجهة هذا التحدي كان لابد من قهر الطبيعة. عندما قررت الدولة وأصرت على أن يصل قطار التنمية إلى هذه المنطقة رغم بعدها وتنوع التضاريس فيها وصعوبة المناخ، تحركت آليات الإصلاح فغاصت في أعماق الجبال ممهدة الطريق أمام أنابيب مشروع ظهر، جرفت الوديان وشقت السهول لتصل مياه ظهر أو مشروع القرن كما يصفه السكان إلى ولاياتنا الشرقية. مختار أبو الأحمد لقناة الموريتانية من مشروع ظهر بمدينة النعمة. استجابا مع الطابع التنموي والرعاوي لولاية الحوض الشرقي، عكفت السلطات المختصة على برنامج طموح لتحسين السلالات في مسعى إلى النهوض بأداء الثروة الحيوانية في الولاية والاستغلال الأمثل لمنتوجها من اللحوم والألبان. مزرعة محمود الواقعة على بعد 50 كيلومتر من مدينة النعمة تشكل اليوم تجربة رائدة في هذا المجال. مزرعة محمودة لتحسين البراثية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا من مدينة النعمة تحتضن مئات الرؤوس من الأبقار، حيث تخضع الأبقار للتلقيح الصناعي من أجل تحسين السلالات المحلية. المزرعة تقوم بحملات موسمية استفادت منها منذ افتتاح المزرعة 1700 بقرة في ولاية الحوض الشرقي، وكانت النتائج جيدة بحسب خبراء البيطرة. أحد المنشآت اللي انشأتها الدولة من أجل تحسين السلالة المحلية ورفع إنتاج الحليب، وبالتالي مساهمة في زيادة تحسن معيشة المواطنين وزيادة الدخل وزيادة إنتاج الحليب وتحسين السلالة المحلية. التقنية قالت تقنية التلقيح الاصطناعي هي اللي نقوم بها من أجل إنتاج سلالة خليط هجين بين السلالة المحلية والسلالة الأجنبية، وبالتالي زيادة إنتاج تحسين السلالة المحلية وإنتاج سلالة تحمل الظروف. تقنية التلقيح الصناعي للأبقار المعتمدة في المزرعة تتم عبر حقن الأبقار المحلية بسائل منوي مستورد يعود لسلالات معروفة عالميا بكثرة إنتاجها من الألبان، مما يعطي سلالة هجينة تنتج الكثير من اللبن. هذا هو المنمي، زيادة إنتاج السلالة المحلية على المدى الطويل إن شاء الله. وعندنا مارك سلالة وصلنا للتلقيح، عندنا بعض من السلالة تم تلقيحها إن شاء الله، نتوقع زيادة في إنتاج الحليب إن شاء الله. هو المشروع في البداية كان من الصعوبات تقبل المنمين الفكرة، الحمد لله الآن عاد إقبال من المنمين على إنتاج هذه السلالة، وانتجنا إلى حد الآن 300 عجل من السلالة على مستوى الحوض الشرقي، وهم الحمد لله إقبال وهم إن شاء الله هم تحسن إن شاء الله. الهدف الأساسي هو إنتاج السلالة، هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو إقبال، من أجل إقبال منمي على هذا المشروع، ولاحظت الفوائد اللي لها تجربة إن شاء الله المستقبل إن شاء الله. التجربة في المزرعة أعطت نتائج إيجابية حتى الآن، ويعلق عليها المختصون الآمال لتحسين إنتاج الأبقار في بلادنا. تقريبا فات 300 حكم منها من جيل رقم واحد فات جبرا،
وتجربة زينة، وقطعنا من اللي نفوت يعطيها ملاءة تنجح لتحسن قضية اللبن. ما عند بقرة كانت تعطي 4 لتر، عندها تعطي 14 لتر إلى 16 لتر. بعد النتائج الطيبة في مجال التحسين البراثي للسلالات وخاصة على مستوى ولاية ترارزة، تسعى السلطات المعنية لتوسيع مجال تحسين سلالات حيوانية أخرى كالأغنام والإبل. نربط الآن الاتصال بزملائنا في النعمة لإطلاعنا على آخر الاستعدادات في المدينة لزيارة رئيس الجمهورية. مساء الخير زميل مختار باب الأحمد، ماذا عن أجواء المدينة حاليا؟ مساء الخير زميل سيدي محمد، تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا مباشرة من مدينة النعمة التي نواكب فيها هنا الأجواء العامة، أجواء التحضيرات النهائية حكما لاستقبال رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، المتوقع أن يصل إلى هذه المدينة في مستهل زيارة تتضمن برنامجا مليئا بالإنجازات والمشاريع، ويتضمن أيضا برنامج رئيس الجمهورية إشرافه على مهرجان شعبي. أتحدث هنا عن أهمية ودور الفاعلين السياسيين الذين تحدثوا في عدة نشاطات ومسيرات نظمتها شهدتها شوارع المدينة اليوم وليلة البارحة، حيث كانت الأجواء كلها أجواء تحضيرية بما في الكلمة من معنى، حيث هذا المساء تابعنا مسيرات بالسيارات جابت مختلف شوارع المدينة خاصة طرقها المعبدة التي ازدانت بها المدينة هذه الفترة، مسيرات أيضا عززتها أنشطة تحسيسية قام بها عدد من الأحزاب والأطر والفاعلون السياسيون في هذه الولاية، دعوا من خلالها الجميع إلى الحضور وبكثرة إلى المهرجان الذي سيترأسه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز في هذه المدينة. على العموم المدينة هذه الأيام بما شهدته من قفزة نوعية في المجال التنموي شهدت أيضا إقبالا متزايدا من أبنائها الذين توافدوا إليها من كل حدب وصوب، جاءوا إلى مدينتهم إلى مسقط رأس لاستقبال رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، جاءوا تعبيرا عن ولائهم المطلق وعن استعدادهم وعن أهمية هذه الزيارة التي يعلقون عليها آمالا جسا. أيضا نحن هنا في قناة الموريتانية واكبنا كما تابعتم في نشراتنا الماضية هذه الأصداء، بشكل عام رصدنا مجمل المشكلات المطروحة، التحديات التي يواجه المواطن، مطالب السكان، تطلعات السكان من هذه الزيارة التي وصفوها بالميمونة، ويطلعون كما قلت إلى أن تحقق المزيد. على العموم أعد المشاهدين باسم بعثة التلفزة وهي البعثة المتكاملة فنيا ولوجستيا بنقل أصداء هذه الزيارة وفقراتها ومحطاتها منذ لحظة لحظة من بدايتها إلى أن إن شاء الله تعالى يغادر رئيس الجمهورية هذه المدينة، وذلك من خلال هذه النشرة ونشراتنا القادمة، ومن خلال أيضا البرامج الوثائقية التي نعدها وأعددناها في خضم هذه الأنشطة التي نواكب نحن بها هنا هذه الزيارة. كما تشاهدون خلفي الآن أقف في وسط المنصة الرسمية المخصصة للمهرجان، هذه المنصة تشهد عملا دؤوبا بدأ منذ أيام، بدأ بالتنظيف وترتيب ترتيبات اللوجستية، والآن كما تشاهدون الترتيبات الفنية الأخرى المتعلقة بمكبرات الصوت وبالأجهزة الأخرى التي تضمن وصول خطاب رئيس الجمهورية بأمانة إلى السكان هنا ومن خلالهم ومن خلال قناة الموريتانية إلى جميع مشاهديها في العواصم وفي الخارج، لأن قناة الموريتانية وفرت كل ما يلزم من تحضيرات فنية ولوجستية ومن طواقم صحفية فنية لمواكبتكم لحظة لحظة بمختلف فقرات ومحطات هذه الزيارة. زميل مختار بابو الأحمد كنت معنا مباشرة من النعمة.
استفاد السكان في مدينة النعمة من قائمة من المشاريع التنموية التي تمت أساسا بترقية واقع الحياة في المدينة من خلال إنشاء وتحسين أداء العديد من المرافق الخدمية في المدينة. أصداء هذه الإنجازات التنموية وتطلعات المواطنين نتابعها في سياق المقابلات التالية. الحين مشيوا ولن ما هم قاع رواق بال مثلا تبارك الله ما هم عدلها الملي أساسي اللي فيه مكلف ذوك وراعوا فيه الشاي وراعوا فيه الحمد لله الشرايك يشتغلوا فيه. هذا مثل عندنا من طلب أي سكان وطفيهم يا الله ينتطرهم وفريحين مشيوا ولا هون مثلا الواية تبارك الله نقدوا مثلا تبارك الله نقولوا إنها ما هي مضبوطة ذكية خارج شي ما هو منطقي ما نقدوا نكلفوا به وخارج ذكية واضحة الإصلاح ذوك وراعوا في الإصلاح. الإنجازات التي شهدتها الولاية كثيرة كثيرة وكثيرة جدا إذا ما اقتصرنا على التفكير التفكير فقط والتفكير بإنجاز مصنع الألبان ومصنع اللحوم الحمراء ومصنع المياه وربط الشبكة الطرقية التي شهدتها الولاية والأمن والحالة الضبطية التي شهدتها الولاية لا سيما وأنها ولاية حدودية وانتشار دكاكين أمل التي استفاد منهم المواطنين. ولاية الحوض الشرقي شهدت غفزة نوعية في ظل فخامة رئيس الجمهورية لم تشهدها أبدا في الحقب الماضية. جانا مرحلة نتينا وانقذنا منها انقذنا نقذ ما كنا نساوه من الفوضى اللي كانت تخلق عادة خلت في العالم انقذنا منها حق جيشنا ما هو خير داروا مكانه ما كنا نساوه الأعمار هي مكانة الجيش دار فيها الجيش وحدها أنا بالنسبة لي تكفيني. زيارة الرئيس عارفين عليها اسم الأمان وأساس منه خدمة مظهر الحرة توسعة بالمياه كهرباء وصارت الكراع الأخضر ومعلقين عليها اسم الأمان منه هاي الكهرباء ومنه السدود هذه السدود اللي خاسرين والسياج هذه يجدوا الخلاف بين المنمي والمزارع ودي الزيارة والله إذا مرحبون بي معلقين عليها اسم الأمان المن عندنا فيه نقص شين قالوا نقص الماء الاشتراب والماء الحيوان يعني قالها الماء وتوه ما شاء الله الحمد لله يعني خالق الحمد لله وخالق الحمد لله مع عباس ما شاء الله مرتاح الحمد لله نجاح كامل احنا بالنسبة لنا مهمة فقمنا الكثير شيء كبير ما اللي عندنا لأن جينا كاملين بقالي والنفس من أجلها هاي الزيارة الميمونة إحنا الحقيقة كنا نتوقعها وحقيقة شيء عظيم ولها أهداف بعيدة ما عرفنا الوالد اللي الله يقولنا هو ولكن نعتمد منه بعد الله الخير إنه رب جرينا ولايتنا هاي تود مهلت نزهر الولايات ونعطيها عناية أهم كل عناية عنده بالمشاريع. المشير عبد العزيز تبين لي أن الدولة بعد عاد خارجة وأن القوة عاد خارجة وأن الشعب عاد نحمي وأن عاد خارج شيء بقيمته. هذه الولاية ما بقى شيء ما عدلوا فيه. هذا الملي من وعياني الناس تقول أنها ما تشرب ما شاها مظهر ما قد راش الفرقة ليه راسه ما هو. وهذا الضبول كان ناقص ما تم ما هو. وهذه الطرق اللي ما كانوا خارجين ما كان حد جيس بس كل ما طاح فيه الهز ولا وصلين مات يوم الطريق من طرف قواعد بس الطريق راح يتمر يا الله الشعب يتم يقول شيء حد إذا عاد عنده نقد والله عنده شوفة يقولها لغير ما يا الله ينقدر المسائل الحقيقية ما هي تارجة ذاك نوع من الكل والتحايل وقلت الصدق وقلت الناس الرئيس محمد بن عبد العزيز يبرهن على صدق نيته ومواطنته وخدمته للشعب الموريتاني يوم أمس واليوم إن شاء الله تعالى مدينة النعمة تنتظر بفارغ الصبر قدوم الرئيس وأن ينتشل جميع المشاكل المطروحة في هذه الفترة إن شاء الله أن تكرر هذه الزيارة بالنجاح.
هنا في نواكشوط تسلم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وكالة اليوم في نواكشوط العرائض المطلبية لإحدى وثلاثين نقابة مركزية واتحادات ومنظمات مهنية تمثل الشغيلة الموريتانية، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لفاتح مايو العيد الدولي للشغيلة. تسلم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لميو للشيخ وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وكالة العرائض المطلبية للنقابات والاتحادات العمالية بمناسبة عيد العمال. وهذه النقابات والاتحادات هي: النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين، الاتحاد العام للعمال الموريتانيين، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، النقابة المهنية للحمالة، المنسقية الوطنية لعمال موريتانيا وتضم 17 مركزية نقابية، نقابة الصحفيين الموريتانيين، الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا، النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية، النقابة المهنية للحمالة الموريتانيين، الاتحاد الحر للشغيلة الموريتانية، الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة، النقابة المهنية للباعة والباعة المتجولين، الكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، المنسقية المركزية لنقابات الصحة. الفاتح من مايو العيد الدولي للشغل شكل اليوم مناسبة في بلادنا احتفت بها الشغيلة الوطنية عبر مسيرات ومهرجانات تمت فيها المطالبة بدعم حقوق العمال وترقية واقعهم المعيشي. التنسيقية النقابية التي تضم 17 مركزية نقابية أحيت هذه المناسبة لأول مرة تحت مظلة موحدة وجسدتها في شعار وحدة العمل النقابي ضمان لتحسين ظروف الشغيلة. 17 مركزية نقابية خلدت اليوم العالمي للشغيلة تحت مظلة موحدة هي التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا، واتخذت شعار وحدة العمل النقابي ضمان لتحسين ظروف الشغيلة. التنسيقية النقابية الوليدة انطلقت مسيرتها الراشدة من أمام البنك الموريتاني لتجارة الدولية BMCI، وعلى طول الطريق الرابط بين نقطة الانطلاق في اتجاه مكان المهرجان حمل العمال اللافتات وهتفوا بالشعارات المطالبة بمراجعة قانون الشغيلة وزيادة الأجور في وجه ارتفاع الأسعار وتحسين ظروف العمال وتسوية وضعية أولئك غير الدائمين. وانتهت المسيرة بعقد مهرجان من أمام ملعب العاصمة، حيث خاطبت رئيسة التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا السيدة خديجة أمادو جالو العمال المنضوين تحت مظلة التنسيقية قائلة: إن الشعور والإحساس بالواجب الوطني والضمير المهني النقابي هو ما دعا إلى تأسيس هذه التنسيقية لتجاوز مرحلة التشرم النقابي التي أثرت سلبا على معنويات الشغيلة وأدت إلى ضياع مطالبها وحقوقها. وأكدت خديجة أمادو جالو على ضرورة ترقية المرأة وتنشيط الحركة الشبابية وفتح حوار اجتماعي وتنظيم القطاع غير المصنف وتحيين قوانين الشغل وتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات. وخلال المهرجان تم استعراض العريضة المطلبية وتضمنت الرفع من المستوى المعيشي للعمال وتحسين وضعية المتقاعدين ومرتنة اليد العاملة وترقية العمل النقابي وتحسين الوضعية الاجتماعية العامة لما سيكون له من أثر إيجابي على العمال. خلد الاتحاد العام لعمال موريتانيا فاتح مايو خلال تظاهرة نظمها الاتحاد أمام مقره، وحمل المشاركون شعارات تطالب بتحسين وضعية العمال. بنكهة الأفراح خلد الاتحاد العام لعمال موريتانيا عيد الشغيلة الوطني فاتح مايو أمام ممثلي المندوبيات الجهوية والأمناء العاملين للأقسام
بسطت العريضة المطلبية للاتحاد العام لعمال موريتانيا، حملت في ثناياها المطالبة برفع الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، وتفعيل القوانين المرتبطة بتسيير العلاقة ما بين العامل والمسير. الأمين العام للاتحاد العام لعمال موريتانيا السيد الشيخ سيد أحمد السيدومو، وفي رسالته التي وجهها للعمال بمناسبة فاتح مايو، دعا السلطات إلى مواصلة المشوار من أجل القضاء على المضايقات التي يتعرض لها بعض العمال وتسوية وضعية العمال غير الدائمين. مداخلات عدة قدمها أعضاء المركزيات والأقسام والاتحاديات المنضوية تحت الاتحاد العام لعمال موريتانيا، تركزت في مجملها حول أهمية تكريس المساواة بين العمال وتوفير زيادة للأجور وتطوير خدمات التأمين الصحي والإشراك الفعلي للمركزيات النقابية في رسم السياسات الاجتماعية باعتبار العمال العمود الفقري لكل تنمية. نظمت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مهرجانا خطابيا بالمناسبة بدأته بمسيرة رجلة انطلقت من أمام وزارة البترول باتجاه الساحة المحلية للجمعية الوطنية، وقد طلبت الكونفدرالية بضرورة تحسين ظروف العمال وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية لهم. حد من البطالة وزيادة الرواتب والعلاوات الوظيفية والتأمين الاجتماعي وضمان الظروف الأمثل للشغلة وتحسين وضعيتها المعيشية أبرز القضايا والمطالب التي رفعتها لافتة التنسيقيات النقابية المنضوية تحت يافطة الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والتي انطلقت مسيرتها الراجدة المخالدة لعيد الشغلة من أمام وزارة البترول شركة شارع جمال عبد الناصر باتجاه الساحة المحاذية للجمعية الوطنية. وبها كان المهرجان الختامي الذي كان مناسبة لإلقاء الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا السيد سامي لوبي كلمة استعرض من خلالها الوضعية العامة للشغلة الوطنية، مطالبا بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تضع في حسبانها ظروف العامل ومتطلباته المعيشية وحمايته وتأمينه. كما طلب ولبي بضرورة الدخول في حوار اجتماعي بين جميع الشركاء من أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات لحل القضايا والإشكالات المطروحة. وفي الأخير تم تلاوة العارضة المطلبية للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والتي حملت ما اعتبرته أهم المشاغل التي تؤرق الشغلة الوطنية. الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا نظمت هي الأخرى مسيرة راجلة مرت بشارع جمال عبد الناصر لتختتم بمهرجان قرب دار الشباب القديمة. وقد تحدث خلال هذه المسيرة الأمين العام للنقابة وبعض مناضليها مطالبين بخفض الأسعار ورفع الأجور من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. من أمام مقرها قرب شارع جبل عبد الناصر أطلقت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مسيرتها الراجلة تخليدا للعيد الدولي للشغل. المشاركون في المسيرة سلكوا شارع جمال عبد الناصر طولا ثم عرجوا صوب دار الشباب القديمة، حيث نظموا مهرجانهم الاحتفالي، مراجعة القوانين المنظمة للشغل ومحاربة غلاء الأسعار وتدني الأجور، مطالب رفعها منتسب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا. الأمين العام للكونفدرالية السيد محمد عبد الله ولنها وأمام جموع العمال ذكر بتضحيات الجسام التي قدمتها الشغيلة الوطنية والوضعية المزرية التي كانت تعيشها والمكاسب الهامة التي تحققت، مطالبا بملائمة الأجور مع ارتفاع الأسعار بغية تقوية القدرة الشرائية لدى المواطن. ويبقى فاتح مايو مناسبة هامة للعمال يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم ويعبرون من خلالها عن أفراحهم بهذا اليوم الذي ضحى الرعيل الأول من العمال بأوقاتهم وأعمالهم من أجل أن ترتسم البسمة فيه على من جاء بعدهم من العمال. خلد الاتحاد العام للنقابات المهنية صباح اليوم العيد الدولي للشغيلة، وقد ألقى الأمين العام للاتحاد كلمة بالمناسبة استعرض فيها أهم مطالب العمال المنتسبين للاتحاد. ربط الأجور بالأسعار مطلب العمال الأول. تحت هذا الشعار خلد الاتحاد العام للنقابات المهنية العيد الدولي للشغيلة لسنة 2016. وبهذه المناسبة ألقى الأمين العام للاتحاد السيد عبد الله الصالح محمد لقمان
كلمة هنأ فيها العمال واستعرض الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهم، والتي تستدعي حسب رأيه تحسين ظروف العمال الاقتصادية والاجتماعية. ودعا الأمين العام للاتحاد إلى فتح مفاوضات ثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين على اعتبار أن الحوار هو الحل الأمثل للمشاكل المطروحة. بعد ذلك تم استعراض العريضة المطلبية للاتحاد، والتي تضمنت المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وإلغاء ضريبة الدخل العام وزيادة معاشات المتقاعدين وتوفير السكن من بين مطالب أخرى. وقد أشفع الحفل بنقاش مفتوح حول أهم مطالب النقابات المنتسبة للاتحاد العام للنقابات المهنية، لا سيما ضرورة ربط الأجور بالأسعار من أجل مسايرة التضخم. هذا وقد رفع مناضل الاتحاد شعارات من قبيل قوة الدول برفاهية عمالها، وإعطاء العامل حقوقه ضمان لجودة العمل وتقدم البلاد. احتفالا بالعيد الدولي للشغل، نظمت الكونفدرالية الوطنية الشغيلة الوطنية مهرجانا خطابيا بدار الشباب القديمة، وذلك بعد اكتمال مسيرة شعبية رفعت فيها شعارات تطالب بفرض إرادة الشغيلة الموريتانية. انطلقت مسيرة الكونفدرالية الوطنية لشغيلة الموريتانية باتجاه دار الشباب القديمة، مسيرة رفع خلالها منتسبو هذه الكونفدرالية شعارات بالخط العريض تطالب بفرض استيفاء كل حقوقهم والدفاع عن المكتسبات التي حققوها بنضالهم. نقابات عديدة وقطاعات عمالية شاركت في المسيرة الاحتفالية للكونفدرالية الوطنية لشغيلة الموريتانية بعيد العمال الدولي. وفي قاعة دار الشباب القديمة التأم جمع الكونفدرالية في مهرجان خطابي ألقى فيه الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشاغلة الموريتانية السيد محمد أحمد السالك خطابا استعرض فيه أهمية هذا اليوم الذي اعتبره مناسبة لفرض قوة إرادة العمل والتشبث بقيم الحرية والعدالة، مطالبا بإشراك الهيئات النقابية في تسيير شؤون البلد من خلال ترقية الحوار وتحسين ظروف العمل. العريضة المطلبية المقدمة إلى الجهات الرسمية والتي قرئت في المهرجان تمحورت حول الحماية الاجتماعية ورفع الأجور لتناسب الواقع المعيشي للعمال وفتح باب الولوج إلى التكوين المهني أمام الجميع للرفع من قدرات الشغيلة الموريتانية وتعزيز مدونة الشغل لتقوية الترسانة القانونية التي تحمي الشغيلة الوطنية وتضمن حقوقها وتوفير فرص السكن للشغيلة الموريتانية. احتفت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم بمقرها في العاصمة نواكشوط بعيد العمال الدولي المصادف لفاتح مايو. النقابة قدمت عريضة مطلبية تتضمن نقاطا تتعلق بحقوق العمال في مؤسسات الإعلام. بمقرها وسط العاصمة نواكشوط تداعى المنتسبون لنقابة الصحفيين الموريتانيين احتفاء بالعيد الدولي للعمال. النقابة وضعت شعار معا من أجل حقوق الصحفيين رمزا لتخليد احتفالاتها لهذه السنة. العقود في المؤسسات الإعلامية هي أبرز الحقوق بحسب المحتفين هنا، وتكريسها واجب يتطلب العمل مع المؤسسات والهيئات النقابية من أجل تحقيق أمان يضمن للصحفي عيش حياة كريمة تمكنه من أداء مهامه بنزاهة وحرية. النقابة طالبت في عريضتها بتنظيم اكتتاب مستمر لولوج المؤسسات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التكوين المستمر للطواقم الصحافية حتى تتمكن من مواكبة التطور المتسارع في مجال الصحافة. مطالب أخرى يقول الصحفيون إنها قديمة ويصرون على استحضارها في كل المناسبات تتعلق بتمهين الحقل وتحسين الجانب الأخلاقي للصحفيين. النقابة تعلق آمالا لتحقيق مطالبها السابقة على منتديات للصحافة تقول إنها ستنظم قريبا. العريضة النقابية ضمت المطالبة بحقوق الصحفيين في المؤسسات الرسمية. النقابة ختمت نشاطها بتذكر مغيبيها مطالبة ببذل جهود مضاعفة للإفراج عن الصحفي إسحاق المختار، وقرأ الحضور الفاتحة ترحما على أرواح الراحلين من الصحافة. خلدت كونفدرالية الموريتانية للشغيلة صباح اليوم بالعاصمة العيد الوطني للشغيلة، ونظمت كونفدرالية مسيرة راجلة انطلقت من أمام دار الشباب الجديدة وانتهت بمهرجان خطابي في ساحة بلوكاتا، وتميزت برفع شعارات تبرز أهم مطالبهم.
فاتح مايو موعد يتجدد كل عام ويجد فيه العمال فرصة للتعبير عن مطالبهم والتأكيد على حقوقهم. الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة اختارت تخليد هذا اليوم بتنظيم مسيرة راجلة كانت انطلاقتها من أمام دار الشباب الجديدة مرورا بكرفور بي ام دي وانتهاءا بساحة بلوكات. وخلال المسيرة رفع المنتسبون والمنضوون تحت لواء الكونفدرالية شعارات تجسد أبرز مطالبهم كزيادة الأجور والتأمين الصحي وعلاوة النقل والسكن، إضافة إلى التسوية الفورية لحقوق عمال الدولة والمؤسسات العمومية. المسيرة العمالية للكونفدرالية تميزت بمهرجان حاشد أكد خلاله الأمين العام للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة السيد محمد وليارغا إيمان مركزيته بضرورة تعزيز القدرة الشرائية المتدهورة وبأهمية مكافحة الفقر والزيادة المعتبرة للأجور وتوحيد أسعار المواد الاستهلاكية وتخفيض أسعار المحروقات وغاز البوتان والأدوية كمواد أساسية وتفعيل اللجنة الوطنية المستحدثة من أجل مراجعة قانون حوادث السير. كما تخلت المهرجان قراءة لمولود العريضة المطلبية للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة والمتعلقة بالمجالات الاجتماعية والنقابية والتعليم والزراعة الرعوية والنقل الجوي وتنظيم الشغل. ودائما في إطار تخليد الفاتح من مايو العيد الدولي للشغل نظمت النقابة المهنية للحمالين مسيرة راجلة بمقاطعة الميناء، وانتهت المسيرة بمهرجان الجماهيري طلب فيه الأمين العام المساعد للنقابة بتحسين ظروف هذه الفئة العمالية الهامة. من الشارع الواقع قرب مسجد قطر بمقاطعة الميناء اختارت النقابة المهنية للحمالين الموريتانيين انطلاقة مسيرتها المخلدة لفاتح مايو اليوم العالمي للشقيلة. المشاركون في المسيرة رفعوا شعارات عدة أبرزها المطالبة بتحسين الخدمة الصحية للعمال وإشراك النقابات والتشاور معها حول القضايا المصيرية والهامة، إضافة إلى تفريق الحاويات محليا على مستوى ميناء نواكشوط المعروف بميناء الصداقة وغير ذلك من المطالب التي يرى هؤلاء أنها تساهم في ترقية العمال والرفع من مستواهم المادي والمعنوي. حضور أمني ملحوظ لتأمين هذه المسيرة العمالية وتسهيل حركتها في مختلف المسالك والممرات التي سلكتها لتختتم بمهرجان جماهيري عند ملتقى طرق كارفور توري بمقاطعة الميناء، حضره لفيف من منتسبي ومنتسبات النقابة المهنية للحمالين الموريتانيين. وقرأ خلاله أمينها العام المساعد السيد الطالب المربى خطابا طالب فيه بضرورة خلق شراكة حقيقية ومثمرة بين العمال وأرباب العمل، مطالبا في الآن ذاته بالتعاطي الإيجابي من طرف العدالة مع حقوق المظلومين من العمال وإلغاء العمالة من الباطن والتعاطي الإيجابي من طرف الإدارة مع العمال لحل مشاكلهم. فاتح مايو إذن يوم مشهود بالنسبة للعمال بصفة عامة والحمالين بصفة خاصة، فهو بالنسبة لهم يوم لتقييم المنجزات والتطلع إلى تحقيق المزيد من المكتسبات. نظمت النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية صباح اليوم مسيرة احتفالية بمناسبة العيد الدولي للشغيلة هذا العام، وجابت هذه المسيرة الطريق الرابط بين الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ومجموعة نواكشوط الحضرية. توفير التأمين الصحي لعمال البلديات شعار اختارته النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية في التظاهرة الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة العيد الدولي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة. المسيرة العمالية لهذه النقابة بدأت صباح اليوم بمسيرة راجلة حضرها العمال المنتسبين لها وانطلقت من أمام الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على الطريق المؤدي إلى مجموعة نواكشوط الحضرية، ليبدأ المهرجان الختامي لهذه النقابة بكلمة لأمينها العام الأستاذ بنيو والأحمد بنان، شكر فيه جميع المشاركين في هذه التظاهرة مستعرضا المطالب الأساسية الخاصة بعمال التجمعات المحلية المتعلقة بضرورة توفير الزيادات المستحقة لجميع عمال البلديات على مستوى الوطن وتحسين ظروف المعيشية والمهنية لعمال هذه التجمعات المحلية. أنشطة احتفالية وتحسيسية إذن نظمتها النقابة الوطنية للتجمعات المحلية بمناسبة هذا العيد لعرض أبرز المطالب الأساسية لعمال البلديات والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لها في أقرب وقت ممكن. وإلى ولاية داخلة نواليب، حيث اختار الاتحاد الوطني لعمال موريتانيا تنظيم الاحتفالات المخلدة لعيد الفاتح من مايو في المدينة تحت الشعار
نعم من أجل الحوار الاجتماعي في مجال الصيد البحري. وتطرق مسؤول النقابة إلى جملة من القضايا ذات الصلة بأوضاع العمال وطالبوا بفتح حوار جاد مع الشغيلة الوطنية. اختار الاتحاد الوطني لعمال موريتانيا ميناء الصيد التقليدي في مدينة واذيب لتقليد فعاليات العيد الدولي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة. ويخلد هذا الحدث العمالي تحت شعار نعم للحوار ومراجعة الاتفاقية الجماعية للصيد البحري، وذلك بمشاركة عدد من منتسبي الاتحاد الوطني لعمال موريتانيا في عاصمتنا الاقتصادية. مطالب عديدة حملتها العريضة المطلبية لهذا الاتحاد، والتي تضمنت جملة من النقاط يراها المخارطون في هذه التشكيلة النقابية ضرورية لتدعيم وتطوير الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف الشغيلة. وطلب الأمير العام للاتحاد السيد محمد الشيخ الجيد بحل وتسوية مشكل الجورنالية بشكل نهائي وتفاوضي، وفتح حوار مع النقابات لنقاش العرائض المطلبية ومراجعة الاتفاقية الجماعية للصيد البحري وتعميم التأمين الصحي لكل العاملين، إضافة إلى صرف زيادة 50% لجميع المستحقين وخلق 30,000 وظيفة لامتصاص البطالة وفتح صناديق للقرض والادخار لشرائح العمال الفقيرة. وتطرق مسؤول الاتحاد الوطني لعمال موريتانيا لاهتمامات وأولويات العمل النقابي وضرورة إشراك النقابيين في رسم السياسات والبرامج الاجتماعية والعمل على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين واقع الشقيلة وظروفها المعيشية. وإلى ولاية تر الزمور التي عاشت عاصمتها المركزية مدينة زوالاتا على إيقاع المسيرات والتجمعات النقابية، وذلك في إطار الفعاليات المخالدة للعيد الدولي للشغل. التفاصيل في التقرير التالي. لا شيء في مدينة زوالاتا اليوم يعلو فوق صوت العامل وهو يخلد الفاتحة من مايو عيد الشغيلة الدولية. خمس مركزيات نقابية شاركت في التظاهرات المخلدة لهذا اليوم، وهي اتحاد الجيل الجديد لعمال موريتانيا والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا واتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية الوطنية لشغيلة الموريتانية والكونفدرالية الموريتانية لشغيلة. التظاهرات المخلدة لهذا العيد جاءت على شكل مسيرات عمالية سيرتها المركزيات النقابية الخمس باتجاه المنصة الرئيسية، وحمل فيها العمال اللافتات التي تحمل أهم مشاغلهم وطموحاتهم. وأمام السلطات الإدارية التي شاركت العمال احتفاءهم بهذه التظاهرة، تعاقب على منصة الخطابة المسؤولون النقابيون فأبرزوا أهم المشاكل التي تؤرق الشغيلة في المدينة المنجمية، مستطردين أهم مطالب العمال. قبل أن يتسلم والي تير الزمور سيد سلم والسيدي عرائضهم المطلبية، وفي كلمة جوابية أكد والي تير الزمور سيد سلم والسيدي على أنه بالرغم من الأزمات والظروف الصعبة فإن الاتكال بعد الله تبارك وتعالى هو على إرادة وتصميم العامل الموريتاني من أجل رفع التحديات في سبيل الوصول إلى غد أفضل لكل المؤسسات العاملة في القطاع المنجمي بالولاية، التي يمثل دور العامل والعاملة ضرورة من أجل تمكينها من مواجهة التحديات. انطلق أمس الأسبوع الوطني للصم المنظم من طرف المنتدى الموريتاني للصم تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. الأسبوع الوطني للصم ينطلق في نسخته الثامنة هذا العام لاستعراض الإنجازات التي حققتها الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتعليم الصم وناقص السمع، لدراسة التحديات التي واجهتها هذه الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الجهة الوصية في هذا المجال. تعلمون جميعا أن الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عرف في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، مع بداية الاهتمام الذي عرفته هذه الفئة ضمن برامج الحكومة الموريتانية الموجهة للنهوض بالأشخاص ذوي الوضعيات الصعبة بصفة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة. واحتياجات هذه الفئة كان مشهودا بدءا بأول مطلب تقدم به المنتدى الموريتاني للصم بترسيم لغة الإشارة في النشرات الوطنية، وكذلك بالحصول على قطع أرضية للجمعيات العاملة في هذا المجال. المنتدى الموريتاني للصم قدم في هذه التظاهرة الاحتفالية لهذه النسخة الجديدة المواضيع المخصصة للنقاش
والإنجازات التي حققها المنتدى ضمن جهوده لتوفير الخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة. تضم فعاليات هذه النسخة ورشة لتعليم لغات الإشارة للمتطوعين، ورشة تحسيسية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين مع التركيز على موضوع الفتيات من خلال شهاداتهن، ورشة للفتيات في مجال فن التجميل، إطلاق دروس لتعليم الفقه تستمر طيلة السنة، إطلاق دورة تدريبية في مجال تعليم الحاسوب وعرض مسرحي. بعد ذلك أشرف المستشار سيدي والبيادة في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة رفقة رئيس المنتدى على تدشين وحدة جديدة مخصصة للتطبيق السمعي وقاعة للمعلوماتية مجهزة بالمعدات الفنية بهدف تحسين الخدمات الأساسية المقدمة بهذا المركز وجعل رواده في ظروف حسنة. احتضن المعهد الجامعي المهني مساء أمس ندوة علمية بعنوان الكتاب الموريتاني الحصيلة والآفاق، نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع نادي يونسكو الثقافي الموريتاني. الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم قال إن الكتاب كان وما زال خير جليس في الزمان. من جهته بين رئيس نادي اليونسكو الثقافي الموريتاني السيد أحمد المحمد عمر أن الكتاب ظل ركنا ركينا عبر التاريخ في كيان وحضارات الأمم ورافدا رئيسيا للتواصل بين الشعوب والثقافات. وتضمنت فقرات الندوة محاضرات تركزت على دور الكتاب في نشر العلم أشفعت بمداخلات من الحضور. نظمت الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية حفلا بمناسبة تخرج دفعة تضم أزيد من 30 امرأة تلقت تكوينا في الخياطة، وتميزت التظاهرة بتوزيع ماكينات للخياطة على الخريجات. رئيسة الجمعية السيدة راضية متمولاي العربي أبرزت أهمية هذا التكوين وانعكاساته الإيجابية على المشاركات التي أصبحن اليوم قادرات على ولوج سوق الشغل من بابه الواسع من خلال اكتساب مهارات مهنية ستشكل لهن سندا ماديا معينا على مجاهبة مصاعب الحياة. دوليا في هذه النشرة أمرت اللجنة المنظمة لاعتصام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد في بيان وزعته على المحتجين الذين اقتحموا المنطقة المحصنة أمس بمغادرتها فورا، وأمهلت اللجنة القوى السياسية عدة أيام لتنفيذ مطالب المتظاهرين. يتواصل القصف على مدينة حلب اليوم العاشر على التوالي مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وقد استنكرت الأمم المتحدة بشدة البشاعة التي تجري بها عمليات القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء واعتبرتها استخفافا شنيعا بحياة المواطنين. وفي اليوم العاشر من المأساة التي تعيشها حلب ارتفع عدد القتلى جراء القصف وتدمير المساكن إلى أكثر من 250 قتيلا. ونصل الآن إلى جديد الرياضة مع الزميل محمد الطلحة. شكرا سيدي محمد واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى النشرة الرياضية. تتواصل اليوم التالي لليوم الثاني على التوالي بالملعب البلدي بمدينة نوادي بمنافسات النسخة الخامسة من البطولة المدرسية لكرة القدم على مستوى المدينة المعروفة بكأس الوالي المنظمة من طرف الإدارة الجهوية للتعليم على مستوى الولاية. وكانت هذه البطولة قد انطلقت أمس بمشاركة 16 فريقا. 16 فريقا محليا بمدينة نواذيب انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من البطولة المدرسية لكرة القدم المعروفة بكأس الوالي المنظمة من طرف الإدارة الجهوية للتدريب الوطني بداخل نواذيب للسنة الخامسة على التوالي. حضور رسمي معتبر لهذه التظاهرة الكروية التي تشكل فضاء للرفع من الرياضة المدرسية وكذا تنمية القدرات العقلية والذهنية للنشء خلال المراحل التعليمية. والي داخل نواذيب السيد محمد فالول أحمد يورا أكد على أهمية تنظيم هذه المنافسة الكروية الجهوية باعتبار الرياضة القاعدية النواة لرياضة موريتانية تضمن مخرجات كروية سليمة. كأس مهمة لأنها أولا تشيع الرياضة بين الشباب خاصة التلاميذ والطلاب، اللي مهم جدا ممارسة من الرياضة، وعلى كل حال هاي يزيد من نشاطهم ويزيد من يساهم في السياسة الوطنية للرياضة، النشاط الرياضي بصورة عامة على المستوى الوطني. وعلى كل حال هاي الرياضة القاعدية هي الأساس في تنمية الرياضة على المستوى الوطني.
المباراة الافتتاحية للبطولة الكروية المدرسية جرت بين فريقي الإعدادية رقم 1 وزمزم، وتمكن الفريق الأول من التغلب على زمزم بثلاث أهداف مقابل هدف واحد وسط اهتمام الجمهور الرياضي الذي غصت به مدرجات الملعب البلدي بوسط المدينة. هذا وتستمر منافسات كأس الوالي لكرة القدم على مدى 3 أسابيع في ظل تنافس قوي بين الفرق المدرسية التي تمثل التعليمين العمومي والخاص على مستوى العاصمة الاقتصادية مذيب. اختتمت بنادي راسين كليب في العاصمة منافسة البطولة الوطنية للتيكواندو الخاصة بفئة الأشبال أقل من 15 عاما، وقد عرفت هذه البطولة المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية للتيكواندو سيطرة لاعبي نادي الصوف لأبطال التيكواندو على مراكزها الأول. عبد الحميد سلم حضر وقع هذه التظاهرة وعد التقرير التالي. عروض رياضية متنوعة تعكس لوحاتها المتشحة بوشاح القوة والإثارة والإمتاع المستوى الفني الرفيع الذي توصلت إليه أندية وفرق رياضة التيكواندو القتالية النبيلة في بلادنا. نشكر الاتحادية الموريتانية للتايكواندو التي عودتنا في كل سنة يعني بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية المهمة، وبالحقيقة هذه التظاهرة يعني التي يستفيد منه أبناء وبنات هذه البلاد يعني تدخل في إطار كبير يعني لترقية الرياضة في بلدنا العزيز. يشرفنا هذا اليوم بهذه التظاهرة البطولة الوطنية للتايكواندو للثقاب، ونشكر الجميع الذين ساهموا في هذه التظاهرة، ونشكر اللاعبين والنوادي على هذه التظاهرة الوطنية للتايكواندو. العروض المقدمة تتنزل ضمن اختتام منافسات البطولة الوطنية للفئات السنية ما دون 15 عاما، إضافة إلى فئات الناشئين المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للتيكواندو لصالح فرق وأندية اللعبة في ولايات العاصمة الثلاث وبعض الولايات الداخلية. هاي رياضة مهمة جدا، مهمة للأطفال، مهمة للمجتمع، ومنيات تركها كامل يندمجوا فيها ويعودوا يعدلوها بها. اللي رياضة تنمي العقل وتنمي الجسم، مفيدة للصحة وتنمي الذكاء وتشغل الأولاد عن ياسر مشي. البطولة المندرجة ضمن الموسم الرياضي للاتحادية الموريتانية للتيكواندو تميز حفلها الختامي بتقديم مجموعة كبيرة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين الفائزين في مختلف الأوزان ومجالات النزال الخاصة بهذه الرياضة الأولمبية. جوائز وميداليات نال نصيب الأسد منها نادي الصوفي لأبطال التيكواندو الذي يعد أحد أبرز أندية هذه اللعبة القتالية على الصعيد الوطني. كما تميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية الهامة بتقديم شهادات تقديرية للشخصيات التي أسهمت في إنجاح هذه البطولة الرياضية. انطلقت مساء اليوم بالملعب الأولمبي منافسة الجولة 23 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم، وذلك بإجراء لقائين جمع الأول منهما فريقي الشرطة والكدية من الزويرات، وانتهى بفوز فريق الشرطة بنتيجة هدفين دون مقابل. وفي اللقاء الثاني تمكن فريق الحرس الوطني من تحقيق فوز عريض قوامه 5 أهداف مقابل هدف على حساب فريق اتحاد العصابة. وعلى هامش المباراة أكد رئيس النادي أحمد ولعلي أن الحرس سيواصل صحوته ونتائجه الجيدة خلال الجولات الثلاث المتبقية من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى. وبهذا الفوز العريض ورفع فريق الحرس رصيده من النقاط إلى 35 نقطة، وستستكمل باقي مباريات هذه الجولة غدا بإجراء 4 مواجهات تجمع الأولى منهما المتصدرة فريق تفرغ سيناء بفريق الجيش، وذلك بملعب المرحوم شيخة والبيدية، على أن تجمع الثانية فريق الوئام بفريق تجنين في الملعب الأولمبي الذي سيستضيف أيضا المباراة الثالثة بين فريقي تشكجة وزمزم، على أن تختتم لقاءات هذه الجولة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو بلقاء يجمع الوصيفة فريق أفسي نواذيبو بفريق السليم في دليل الشمال. شكرا على كرم المتابعة. بعد الفاصل أعود إلى الأستاذ محمد الخليفة. شكرا لك زميلي محمد. إلى هنا نأتي وإياكم على نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز ما شاء فيها. بلادنا تخلد اليوم الفاتح من مايو والعيد الدولي للشغل بمسيرات عمالية، والنقابات تسلم عرائضها المطلبية لقطاع الوظيفة العمومية.
وزيرة الزراعة والبيطرة تشرفان بولاية الحوض الشرقي على انطلاق أنشطة ذات صلة بقطاعيهما. تواصل القصف على مدينة حلب اليوم العاشر على التوالي وعدد القتلى وجرحى يتجاوز 250. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.